السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم اذا كانت متوفره عندكم الافوكادو في الدار، اجي نحضروا احسن والد واسرع سلطه اللي سميتها سلطه الكواكامول. ما تخلعكمش السميه، كل شيء سهل. اجيو معايا. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو لافوكا، شوية الكروفات، شوية المعدنوس والقزبر، شوية عصير الليمون، شوية الثومة، البزار، شوية الملح، زيت الزيتون. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري. كنحتاج هنايا شوية شلاضة مقطعة وشوية طوماط سوغيز. بالنسبة للسلطة المرافقة كنحتاجو الخيار والطماطم والبصلة، شلاضة مغربية عادية. بالنسبة للتقطع ديال السلطة المغربية عندكم الاختيار، تقطع واحد الكبير ولا الصغير. انا كنفضل دائما الصغير، الصغير لحقاش شي حاجة اللي كتكون مقطعة صغيرة كتجي سهلة في الماكلة، كتفتح لك الشهية باش تاكلها. كنشدو الخيار كنقطعو بهذا الشكل وكنحيدو له القلب ديالو. من بعد البصلة كنقطعو دواور بهذا الشكل. كنأكد الناس اللي عندهم هاد لا ماشين هادي يقطعوا البصله دواور، انا غنقول لكم علاش. لنفرض قطعتو البصلة بهذا الشكل هذا وبغيتو دوزوها في القطاعة، غتوحل لكم في الموس وغتبدا كتخرج الماء وما غتخرجش مزيان وما غتقطعش. هادشي علاش كنقول لكم دواور، ملي كدوروها الماك كتحطوها دواور كتخرج مقطعة صغيرة. المطيشة نفس الشيء، ما تحطوهاش على الجهة الملسة، سينو غتوحل لكم في الموس وما غتبغيش تخرج. كنديروها على الجهة اللي فيها الماء بهذا الشكل هذا. ودائما في هاد القطع هادي نبداو بالحاجه اللي كتكون قاصحه بزاف هي الاولى. نبداو بالبصله هي الاولى، نتبعوا الخيار عاد باش المطيشه هي الاخرى. ملي كتكون مقطعه البصله دوابر بهذا الشكل كتخرج بواحد السهوله وكتجي مقطعه صغيره وسهله حتى في الماكله. والسلطه ديالنا كتخرج بهذا الشكل هذا مقطع زوينه. شوف كلشي صغير ومقطع مقاد. نحطوه في الثلاجه
وندوزو لافوكادو ديالنا. من بعد ما قسمنا الافوكادو على جوج كناخذ اللب ديالها كنوضعوه في شي صحن بهذا الشكل وكنحتفظوا بالجلده. حاولوا ما تهرسوش الجلده لحقاش غنحتاجوها في الدريساج من بعد. كناخذ اللب كنحطوه في هذا الاسيط بهذا الشكل وكنزيدوا المكونات اللي قدامنا اللي هي الثومه، البزار، الملح، زيت الزيتون، عصيره الحامض، القزبر والمعدنوس، وكنضربوهم مزيان بالفورشات. نضربوهم من بعد عاد باش كنزيدو الكروفات ونخلطو ونحطوهم في الثلاجة. كنضيفو الكروفات كنخلطوهم من بعد كنحطوهم في الثلاجة. هنا بالنسبة للسلطة المغربية كنضيفو شوية البزار، الملح، المعدنوس، زيت الزيتون وكنخلطوها مزيان. اللي بغى يدير فيها الفلفل مشوية يدير هذاك الشيء كيبقى اختياري.
قبيله علاش قلت لكم ما تلوحوش القشره ديال الافوكادو لحقاش هي اللي كنعمروها بالحشوه. صافي كنشد واحد لومبورت بياس كنعمرو بصلاد ماروكان وكنوركو عليه مزيان بواحد المعلقه باش كاع ما يطيح لينا ملي نهزوه. وبالنسبه لهاد لي جيرم هادو اللي درتهم دابا فيولي هادو ان شاء الله غندير لكم شي فيديو كيفاش تزرعوهم. كيجيو زوينه في الديكوراسيون ديال لي سالاد وكيتكالو. هاد لي جيرم هادو ديال الفجل الزريعه ديال الفجل كتزرع في الماء ولا في القطن ولا التوب مثلا ولا كاين شي قراع. انا غنوريكم الطريقه ان شاء الله في الفيديو من الفيديوهات اللي غيجيو ان شاء الله مستقبلا ونوريكم كيفاش كندير لهم باش كينوضوا بهذا الشكل هذا. وكانت هذه هي النتيجة ديال الوصفة ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم وما تنسونيش بلايك وبارتاج وابوني وخليوا لي دي كومنتير اللي زوينين بحالكم ونخليكم هاد الساعة وإلى الفيديو القادم. بسلام عليكم.